بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة هناخد آية كده من سورة السجدة، آية من سورة السجدة، قول الله عز وجل آية 15: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اتكلم عن الثلاث آيات دول كنوع من التذكرة لنفسي وإياكم بقيام الليل. سورة السجدة، قبل ما نبدأ في الآيات، سورة السجدة بادئة بإيه؟ ألف لام ميم. سورة السجدة بادئة بألف لام ميم. عندنا السور اللي بدأ بألف لام ميم نوعين، نوع نزل في مكة وقسم نزل في المدينة، فلذلك احنا بنسميه ألف لام ميم المدني وألف لام ميم المكي. كل ألف لام ميم جم ورا بعض. الحروف السور القرآنية اللي بادئة بحروف مقطعة أكتر من حرف، الحروف المتشابهة بتيجي ورا بعضها، يعني ألف لام راء مجموعة كبيرة جت ورا بعضها، حاميم جت ورا بعضها، ألف لام ميم جت ورا بعضها، طاسين جت ورا بعضها. لذلك ده اللي بيقوي إن ترتيب القرآن توقيفي، إن ده يعني في تناسق بين الحاجات دي. طيب إحنا عندنا ألف لام ميم المدني. ألف لام ميم المدني يعني السور اللي بدأت بألف لام ميم ونزلت في المدينة، إيه وإيه؟ أول سورتين البقرة وآل عمران دول ألف لام ميم نزلوا فين؟ في المدينة. بعد كده في بقى إيه ترتيب المصحف بقى إيه؟ يعني ممكن ربنا ييسر كده ونبقى نتكلم عن موضوع ترتيب المصحف كده لغاية لما نوصل لألف لام ميم. ألف لام ميم المكي جه بعد طاسين. طاسين اللي هم مين؟ عايزين بالترتيب الاول كده بالمصحف، اول حاجه ايه؟ الشعراء، النمل، القصص. كده خلص ايه؟ طاسين، وده مكي كله برضه. الشوط ده كله مكي، الشوط اللي هو بتاع من اول الشعراء وقبله الفرقان ده مكي، النور بس مدني وقبله كله مكي. شوط طويل جدا من اطول شوط القران، السور المكيه من اول اطول سور القران، من اول سوره يونس بعد الأنفال والتوبة، بعد كده بتبدأ يونس، شوط ألف لام راء طويل جدا، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، بعد كده النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، بعد كده بتيجي سورة الحج مدني، وبعد كده تيجي المؤمنون مكي، وبعد كده النور مدني، وبعد كده الفرقان، كل ده لغاية الأحزاب. مفيش غير سورتين مدني اللي هما الحج ومين؟ النور. عايزكم دايما تبقى إيه؟ المصحف في ذهنكم كده، خلاص؟ ده الكتاب اللي هتمتحن فيه. هو كتاب واحد، فانت محتاج تركيز تقراه وتراجعه وتذاكره. خلاص، عراي اللي كان كاتب كتاب ظريف كده اسمه كتاب الاجابه، الرد على الالحاد، يعني اللي اسمه الاجابه القران واسئلتك الوجوديه، اخ دكتور معاذ، جزاه الله خيرا. يعني فكان اتكلم في مساله ان انت يعني الكتاب الواحد ده لازم تتقنه، انت داخل امتحان اوبن بوك ومحتاج تتقن الكتاب، لان اللي بيدخل امتحان اوبن بوك وما ذاكرش ما بيعرفش ايه. عارفين انتوا بتوع اللي بيدخلوا امتحانات اوبن بوك وما فتحش برضه ما بيعرفش يجاوب. خلاص، طيب الف لام ميم المكي بدا بسوره المكي العنكبوت، بعد القصص جت سوره الايه؟ العنكبوت. العنكبوت بدا بالف لام ميم نزلت فين؟ مكه. وبعد العنكبوت سوره، انا ما عنديش مشكله انك تبقى فاتح المصحف وتبص الفهرس، بس تبقى متفاعل معايا، يعني افتح المصحف مش مشكله. بعد العنكبوت سوره الروم، بعد الروم سوره لقمان، بعد لقمان سورة السجدة. دول أربعة ورا بعض ألف لام ميم مكي. الأربع سور ورا بعض بادئين بألف لام ميم المكي. أنا بقول القصة دي ليه دلوقتي؟ بعد المنظومة دي كلها جت سورة مدنية، سورة الأحزاب. بعد بقى السور دي كلها، وخاصة آخر أربع سور جت سورة الأحزاب. آخر أربع سور كل مجموعة سور بادئة بحروف مقطعة بيبقى ليها غرض. تاني، كل مجموعة سور بادئة بحروف مقطعة متشابهة المجموعة لها غرض، لذلك كانوا بيسموها ايه؟ آل حاميم، آل طاسين، آل ألف لام ميم، يعني عائلة دي مجموعة على بعضها معايا. أو أحيانا بيسموها الطواسين أو الحواميم أو اللواميم، أحيانا بيسموها كده أحيانا بيسموها كده. فمثلا مجموعة السور السبعة آل حاميم بيقولوا لها غرض، مجموعة ألف لام ميم المكي بيقول لهم غرض، الطواسين المكيين برضو كلهم لهم غرض، اللواميم المدنية
غير لو مين مكي ليهم غرض. ألف لام راء كلهم من أول يونس لغاية الحج ماشيين بترتيب معين كده ليهم غرض، كل سورة لها غرض والمنظومة دي ليها غرض معايا. ده من إعجاز القرآن. ألف لام ميم المكي كانت فترة صعبة جدا، أواخر العهد المكي تماما خلاص، ومفيش بارقة أمل ظاهرة. وفاة أمنا خديجة وعم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، ما عادش حد بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأول مرة النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى علانية عند الكعبة بهذه الطريقة، ما حدش بيدافع عنه، مفيش بارقة أمل. نجرب الطائف ما تطلعش الطائف. في الفترة دي احنا محتاجين زاد. المؤمن بدون زاد بيشعر بالألم. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن تكونوا تألمون، لو أنت بتتعب في الطريق لربنا، إن تكونوا تألمون فإنهم إيه؟ يألمون كما تألمون. لكن أنت إيه اللي يخفف عنك الألم؟ وترجون من الله ما لا يرجون. الرجاء ده لما بيقل الألم بيزيد. رجاءك فيما عند الله من ثواب والفردوس الأعلى والجنة ومعية الله، هذا الرجاء، هذا المعنى الإيماني، لما بيزيد عندك الألم بيقل. لذلك ايه الفرق بيننا وبينهم؟ هم بيتعبوا احنا بنتعب. نصرة اهل البطل بيتعبهم، يعني هم مش قاعدين بيلعبوا بلاي ستيشن ولا حاجه، لا هم شغالين، شغالين كويس جدا وعلى كل المستويات وتعبان وبيتالم. الفرق بيننا وبينهم في ان احنا عندنا معاني ما انزلنا عليك القران لتشقى، معاك زاد يخفف عنك هذا الالم فتشعر بلذه. معايا؟ كل مرحله كانت محتاجه زاد، يعني في شبهات معينه فيجي زاد يشرح لنا نتصرف ازاي امام الشبهات. المشركين او النصارى او اليهود يلقوا شبهات، يحصل موقف زي غزوه احد مش فاهمين اتغلبنا ليه، فمحتاجين حد يشرح لنا، فبنقول كاسئله بيننا وبين بعض ان هذا ازاي المسلمين اتغلبوا، فينزل القران سوره ال عمران كزاد تشرح لنا الاوضاع. كل مرحله معينه انت بتحتاج فيها زاد، يعني احيانا بتحتاج وعظ لان في شهوه مسيطره على قلبك ومسيطره على دماغك وبتقودك، احيانا في شهوات مسيطره عليك فبتحتاج في اللحظه دي انك تسمع وعظ، واحيانا في شبهه مسيطره عليك فبتحتاج في اللحظه دي تسمع علم. يبقى انت حسب الحاله اللي بتمر بيها، وده بيبقى من توفيق الله لك في اختيار السوره اللي تصلي بيها او تعيش معاها. القران كان بيتنزل حسب المواقف، القران كان بيتنزل حسب المواقف، وبعد كده ترتب بترتيبه معينه ليها حكم كثيره. انت في تعاملك مع القران محتاج فقه تختار السوره المناسبه ليك. معايا؟ طيب يبقى إذن كل سورة كانت بتنزل زاد للمؤمنين حسب احتياجهم في اللحظة دي. لحظات آخر مكة كانت محتاجة زاد قلبي عالي جدا عشان الثبات، كانت محتاجة معاني معينة عشان تعرف تثبت، لأن في اللحظة دي مفيش حاجة عملية نعملها. في الفترة دي التعذيب بيزداد، ضغط المشركين بيزداد، مفيش حاجة عملية هنعمل يعني غير مجرد الصبر. يعني عايزك تستحضر كده آخر المرحلة المكية مش عارفين نعمل ايه، الالم بيزداد والتعب بيزداد والاذى بيزداد، وبعدين نجرب يروحوا الحبشه، يعني بيقولوا طلعت دار امن مش دار ايمان. الفرق ان هي تصبح دوله اسلاميه وبين هي مجرد دار امنه، فانتقال كل المسلمين لها مش 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 كفايه، لا احنا عايزين دار تكون دار ايمان مش دار امن، مش دار يامن فيها الناس على انفسهم، لا دار يقام فيها الاسلام ويقام فيها الايمان. الطائف ما طلعتش الطائف، طب وبعدين ايه الحل اللي هيحصل؟ مش عارفين لسه، كل ده لسه قبل ما تظهر بوادر انفتاح المدينه المنوره. في الفترات دي، الفترات دي انت بتحتاج لزاد ايماني عالي جدا، لان الفترات دي لما بتقل الفرص الحركيه للشغل الانسان ممكن يصاب بشلل. الشلل يعني يجي له حاله من الياس. اصلا في حالات من الاكتئاب بتيجي نتيجه قله الحركه. معروف الناس اللي بيقعدوا فترة طويلة نايمين على الفراش، نسأل الله السلامة والعافية، اللي بيقعدوا نايمين فترة طويلة بيدريدن كده كتير على فراش المرض غالبا بيجيلهم اكتئاب. وفي اكتئاب مشهور للقصة دي اللي بيفضلوا فترة يعني طويلة ما بيتحركوش. فاللي بيفضل فترة طويلة مش عارف يعمل حاجة للدين وما بياخدش زاد يصبره ممكن يوصل لمرحلة من اليأس، يقول خلاص بقى مفيش أمل، بقى الدنيا قفلت ومفيش حاجه واضحه لايه لنصره الدين. معايا؟ فتيجي الصور دي تدي زاد لايه؟ احنا عايزين نفهم بس الصور دي بتخاطب مرحله ايه. كل ما تبدا فاهم واقع نزول القران كل ما تفهم كلمات كتيره كانت مستخبيه في الصور. احيانا بيبقى مفتاح لفهم الصوره كلها، يعني مثلا هديكم مفتاح، مش انا اللي طبعا اللي مكتشفه، يعني تعملوا عليه نسخ براحتكم. يعني هديكم مفتاح لفهم سوره الصف مثلا. يعني سوره الصف عايزك تقراها اجابه سؤال، الصحابه قاعدين مع بعض واقع نزول سوره الصف
الاسلام بيحارب بكل يعني الاحزاب كلها مجمعه على تدمير الدين، كله عايز يريدون ليطفئوا نور الله، كله مش بس عايز يشيل، عايز يطفيه تماما. وبدا يبقى فيه شويه عده واعتاد عند اهل الاسلام، وده استفز كتير من القوة عشان هدم الاسلام. فمجموعه من الصحابه قاعدين بيسالوا لو نعلم ما هي احب الاعمال الى الله لفعلناه. لما تسال السؤال ده في الواقع ده تيجي لك اجابه سوره الصف. لما تيجي تقرا السوره بقى كده وانت مستحضر الواقع والسؤال، يعني لو واحد جاي في وسط معركه بين الاسلام والباطل وبيسال ايه احب الاعمال عشان اعملها، فبيعاتب الاول، هو انت مش عارف تعمل ايه يعني؟ هو انت مش عارف ان في الوضع ده الاسلام بينادي عليك عشان تنصره؟ ذلك الفاظ القتال والجهاد والنصره، ثلاث الفاظ متسعين جدا جم في سوره واحده، سوره صف 100 صفحه ونص. عشان لو مفيش جهاد، لو مفيش قتال في جهاد، مفيش جهاد في نصره، مفهوم واسع جدا للنصره. سيدي افعل ما تستطيع، اقرا بقى، اقرا السوره باستحضار الواقع والسؤال، هتجد كلمات كتير جدا بتنور لك ما كنتش واخد بالك منها. خلاص، وده واجب عليكم. ده ايه؟ اكتب كده ايه؟ ده هوم ورك كده ان شاء الله تعمله. نرجع بنتكلم في ايه؟ في عدد ساعات النوم اللي الانسان بيحتاجها عشان يبقى فايق، او كوبايه الشاي بالنعناع. حبيبي يا اسلام، ان الانسان في فترات بلاء صعبه بتمر بيه محتاج لزياده. الفتره ديت كان فتره فيها قله حركه، مش عارفين يعني، غير فتره المدينه مطالبين نطلع بدر، طب في احد، طب الاحزاب بيجمعوا، طب في احكام شرعيه، طب هنروح نرد على كذا، في حركه بنعملها في الصور المدنيه مليئه باسباب النزول. الصوره المدنيه الواحده مليئه حتى كتب اسباب النزول، تلاقي الصور المدنيه كبيره قوي، الصور المكيه مش عارف، ما فيش سبب معين، لان هي بتعالج ازمه كبيره، بتعالج كليات مش بتعالج قضايا جزئيه. خلاص، ايه بقى الزاد؟ لان احنا بنمر بمرحله شبيهه بكده. الزاد اللي بنحتاجه في هذه المرحله ان انا مفيش خطوات حركيه عارفه اتحركها كتيره، وفي نفس الوقت انا ممكن خايف من الياس. فربنا يقول لك لا، انت محتاج اربع انواع من الزاد مهمين جدا، كل صوره من اللواميم بتربي فيك معنى معين. انا طبعا هقول الصوره والعنوان، لكن مش هقدر اشرح دي يعني، عايز تاني عادات يعني. وعشان اوصل للسجده بقى، الزاد بتاع السجده، العنكبوت بتفهمك معنى المجاهده والبلاء، ده معنى مهم جدا. الصوره وعماله تكلمك فيه بدات من اول لحظه انك انت مطالب انك تعيش في الصراع والمجاهده ولا تياس ابدا. تيجي صوره العنكبوت من اواخر ما نزل، من اواخر ما نزل في مكه العنكبوت، وربنا يقول في صوره العنكبوت فلبث فيهم الف سنه الا 50 عام. تخيل واقع نزول الصوره دي على يا نهار ابيض، يعني ممكن يبقى لسه الف، هم ما كانوش عارفين ان هي بعد العنكبوت بسنه حصلت الهجره تقريبا. لكن لما انت توصل لمرحله انا مكمل ان شاء الله هم 1000 سنه، يجي الفرج. لازم توصل ان انا ما عنديش مشكله ان يبقى 1000 سنه. ايه المشكله؟ طب ما انت هتموت، مش مشكله اموت في الطريق وغيري يكمل، او يخرج من بيته مهاجرا الله ورسوله كما مدروك. بتربي نفسيه وعزيمه قويه جدا للمجاهده. عندك استعداد زي ما في ختام الصوره، ان ارضي واسعه، عادي جدا احنا نسيب البلد. طب هنروح فين؟ ما اعرفش. طب ده انت ممكن يطلب انت وزوجتك واولادك في لحظات معينه تسيب مكه وتروح، مش مشكله. طب وتجارتك وعيلتك وبيتك وارضك واليافطه اللي انت معلقها والشغل بتاعك، هتعمل فيه ايه؟ مش مشكله. طب قرار النقله دي، طب رايح فين؟ طب اللي هيحصل؟ تخيل لما المسلمين ياخدوا قرار ان هم يهاجروا. ارضي واسعه دي كلمه، وده اللي اتختم بيه مقطع الختام اللي جه في سوره العنكبوت، وحصل تاهيل نفسي لده. وكأي من دابه لا تحمل رزقها، الله يرزق الدواب افلا يرزقكم سبحانه وتعالى. فسوره العنكبوت بتربي معنى معين. تيجي سوره الروم تربي معنى اليقين. سوره الروم تربي معنى اليقين، طبعا بمنظومه رهيبه عايزه اعداد. وتختم سوره الروم فاصبر، برضو استمر في الصبر، ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين ايه؟ لا يوقنون. اللي ما عندهمش يقين، انت عندك يقين، انت ما ينفعش تستخف زيهم. تيجي سوره لقمان، انت في الواقع ده محتاج حكمه، ما ينفعش تبقى يعني الاهواء تضحك عليك واي حد يسخنك تعمل اي حاجه، انت محتاج في الواقع ده حكمه. تيجي سوره لقمان الحكمه. تيجي بقى سوره السجده، تيجي سوره الايه؟ السجده اللي احنا بنتكلم فيها. اهم زاد بتحتاجه في هذه المرحله هي هذه السجده، اهم زاد اللي لما بتحققه تختم. دايما يا جماعه عايز اقول لكم على قاعده غالبه، الختام بتاع الصور المنتهيه بالحروف المقطعة بيبقى ختام للمنظومة كلها، يعني آخر صفحة في السجدة دي ختام للأربع صور.
يعني الصفحه الاخرانيه ده اهي ختام لايه؟ اللواميم المكيه للعنكبوت والروم ولقمان والسجده، ده بقى ختام عام كده زي الاحقاف كده، ختام الحواميم زي الحجر، ختام اللي هم الف لام راء كلهم، ختام بتاعها كده بتيجي ايه؟ طرح معين كده. لذلك لما لو انت حققت اللي اتقال في الاربع صور دول توصل الايه المحوريه ايه 24 وجعلنا منهم ائمه، واقع صناعه الائمه اللي هو ربنا لخصها في كلمتين، وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بياتينا يوقنون. يبقى المنظومه دي بتطلع منها الصبر واليقين، الاربع صور دول بتطلع منها ايمان. احنا محتاجين الائمه لمواجهه الصوره اللي بعدها، صوره ايه اللي بعدها؟ الاحزاب. واقع صناعه الائمه ده يستطيع ان يواجه العالم لو الاحزاب كلهم يتجمعوا عليه. ده زاد واقع الائمه ده يخلي الاحزاب لما يتجمعوا عليه بقى عندنا ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بياتين يوكلون. كل صوره بتربيك على معنى. يا جماعه لازم نفهم القران نزل في واقع حي متحرك في دماء بتسيل ونصرة لدين الله، ما نزلش في واقع مكيف زي اللي احنا قاعدين فيه ده. احنا عايشين في رفاهيه، قاعدين بنتلقى مجرد كلام، اصبح الدين كلام وبقينا يعني ايه كلام بنتكلمه وخلاص. القران ما نزلش كده، مش كده غالب ايات القران احنا مش فاهمينها اصلا، مش فاهمين واقعها. تيجي بقى الختام عشان اتكلم في الايه دي، ان سوره السجده ده الزاد اللي لازم تحافظ عليه. هذه السجده التي تجأر فيها الى الله وتلجأ فيها الى الله، انك توصل للمرحله دي، توصل لمرحله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. دي حاله معينه مع الصبر واليقين اللي في الصوره اللي قبل كده بتصنع ائمه. خلاص دول بعد كده بفضل الله يواجهوا الاحزاب كلهم. انتوا معايا في التصور ده ولا حد فصل؟ طب اعد له تاني قبل ما اشرح الايات بقى شرح جزئي. تمام. طيب نيجي بقى للايات دي، كانت تصور عام كده للاربع صور دول عشان نفهم ان ايه السجده مش مجرد ايه قيام ليل، مش مجرد انك قمت بالليل فشربت كوبايه شاي ظريفه يا اسلام وبعدين ايه قمت مصلي ركعتين فحسيت كده بارتياح ايماني فقمت خلاص كده. لا، ده زاد لمعركه، زاد وصبر ومشاكل ومش عارف تتصرف ازاي ومفيش حلول عمليه عارف تاخدها، لكن لازم اللي يشوفك يبقى موقن فيستغرب انت شايف ايه مخليك موقن كده؟ انت شايف ايه؟ اللي حواليك شايف الدنيا سواد وانت عندك قمه امل غير عاديه. انت جبت الحاجات دي منين؟ جبت المعاني دي منين؟ لان القران بيكسر حواجز الزمان والمكان، القران بيطلعك فوق فتبص على المعركه من فوق. لله جنود السماوات والارض والجنه فيها خلود اهل الايمان وانا لننصر رسلنا واهل الظلم اللي على مدار التاريخ ربنا اهلكهم هل تحس منهم من احد؟ انت بتبص على المعركه من فوق، ما بتبصش على شويه 100 سنه او 200 سنه فيهم مشاكل فعايش في ايه؟ في الازمه النفسيه بتاعت ال 20 30 سنه. لا لا لا، القران بيكسر لك هذه الحواجز تماما، فبتطلع فوق فبيبقى عندك زاد غير طبيعي. فبتنزل بقى بعد ما تخلص من القران، بعد ما تخلص التحليق في فضاء القرآن تنزل لأرض الواقع معاك زاد رهيب، فكأنك أتيت من كوكب آخر. فاللي حواليك مستغربين، هو أنت في إيه يعني؟ أنت شايف حاجات إحنا مش شايفينها ولا إيه؟ يعني أنت شايف حاجة يعني إيه اللي مخليك يعني مستبشر كده وعندك أمل وعزيمة ونشاط؟ الحاجات دي بتبقى عندنا لما نبقى شايفين حاجة عملية هنعملها، شايفين الأمل أهو رايحين نعمل حاجة، لكن أنت مفيش حاجة. ده الصبر ده معنى إنك أنت قاعد المطالب منك إنك تثبت. يعني الصبر هو حبس النفس، يعني الصبر مش عايز اقول معنى زي ما بيقولوا عليه معنى سلبي، هو مش الفكره في ان هو سلبي، المقصد من كلمه الصبر مفيش حاجه هتعملها غير انك تفضل ثابت على مبادئك، محدش يزحزحك من على مبادئك. عارف النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد عند الكعبه برضه في اواخر العهد المكي، وبعدين اشقى القوم قال من يقوم الى سلا جزوري بني فلان، حديث البخاري، فيضعها على راس النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فقام اشقى القوم واتى بسلا جزور الامعاء والروث بتاعها ووضعها على راس النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فيقول الراوي في البخاري وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. كلمه وظل ساجدا دي حبات، الدنيا مقلوبه هم عاملين له عايزين نعمل فيه ومين يعمل فيه وهو ايه؟ ساجد. هو ده السجده بقى اللي جت بعد الصبر واليقين. ده المطلوب بالزاد القرآن، ده المطلوب لما تتفاعل مع القرآن صح في قيام الليل وكأنما تخلق
بتبقى انسان جديد، بتطلع من قيام الليل المفروض بتطلع بمعاني جديده، زي اللي بيدخل الجيم كده فترات طويله وبيطلع عنده عضلات، اللي يدخل قيام الليل صح لفتره طويله بيطلع انسان مختلف، بيطلع تفكيره مختلف تماما، نازل يغير في الواقع، اصبح انسان مصلح بياخد معاني تقيله مش قادر يسكت. اللي بيدخل قيام الليل صح بيطلع انسان مختلف تماما. ليه؟ رأى ما لا صبر له عليه، شايف الجنة وشايف النار وشايف قدرة ربنا وشايف جنود السماوات والأرض للملك سبحانه وتعالى، وشايف الظالمين بيهلكوا وشايف ثواب العاملين لدي الله، وبيرى رأي العين. ألم ترى؟ القرآن بيقول له أنت مش شايف، بيشوف الحاجات دي، فبينزل طبعا إيه ده أنتوا بتعملوا إيه؟ عايز يغير وعايز يتحرك، بيتحول إلى إنسان مختلف تماما. فالقرآن بينبت معاني جديدة داخل قلب الإنسان. لذلك ومن الليل فتهجد به الأصفهاني، بيقول كلمة ظريفة قوي وفي مفردات، بيقول تهجد به أي تيقظ بالقرآن، يعني اللي يفوقك ويصحصحك كده ويرجعك عايش كده جو المعركة تاني هو الايه؟ هو القرآن. تفوق كده من الغفلة اللي انت فيها بالقرآن. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. يبقى إذن المقصود مش من آية السجدة، أنا مش عايزين نجتزئها، ليه المقدمة الطويلة دي؟ أو ممكن أكتفي النهاردة بالمقدمة ويبقى درس النهاردة عبارة عن مقدمة. ليه ده؟ عشان ما نجتزئش آيات من القرآن ونشرحها على إنها معنى لقيام الليل بس ظريف ومجرد عبادة جميلة بتأديها. لا، مقصد قيام الليل أعلى من كده، وإلا ليه قيام الليل اتفرض على الصحابة في الأول سنة؟ يعني كان المقصد بتاعه أعمق من كده بكتير، مش مجرد. أنا مش بقلل من قيمة ده، زي فكرة إن القرآن مش مجرد الحرف فيه 10 حسنات، أنا مش بقلل قيمة الحسنات، بالعكس نحن نحتاج إلى كل حرف في القرآن، محتاج لكل 10 حسنات بتقراهم على الحرف، محتاج لمضاعفة الحسنات، لكن أقصد ليس هذا المقصد الأساسي لنزول القرآن. لما تيجي تجمع مقاصد نزول القرآن في القرآن، القرآن قال إيه عن القرآن، تجد إن من المعاني الأساسية إنه هدى، إنه ينقل الناس من الظلمات إلى النور، إنه يبصرهم بالحقائق، معاني عميقة الأول قبل مسألة إنك أنت تاخد حسنات، وكان ده معنى مهم يشغل. فكذلك قضية القيام ليس الغرض منها مجرد إنك قمت صليت ركعتين، قوم اتغير بالقرآن، خلي عندك ذاتية إنك تتغير. القضية الدروس دي ما بتستمرش، وكلام البشر بيقفل بيخفت، كلام البشر مهما كان قوي بيجي عليه فترة ويبقى خلاص بايخ، يعني بيضمحل. كلام رب البشر لا يخلق على كثرة الرد، أي لا يبلى من كثرة الترداد، أي لا تمل من كثرة العودة إليه، أي يظل دائما معطاء. ده معاني إن القرآن متجدد في العطاء، متناسب لكل الأوقات لكل الأزمات، لكن يبقى عندك فقه في التعامل مع ده. ده عايز مجهد، عايز صبر، عايز سنين، عايز إنك أنت تركز في الكتاب ده، إنك اخترت إنك أنت ترتبط بالكتاب ده، إن الكتاب ده يغير حياتك فعلا. في إعجاز للقرآن بيسموه الإعجاز التغييري، يعني يقولوا إيه اللي في القرآن معجز. إحنا دلوقتي لما بنيجي للغرب الكافر بنقول له الإسلام دين الحق، يقول طب إيه المعجزة؟ طب بنطلع القرآن. إيه المعجز في القرآن؟ أنواع من الإعجاز، إعجاز بلاغي، إعجاز تشريعي، إعجاز غيبي. من أنواع الإعجاز ما فعله القرآن في نفوس المتلقين له، إزاي نقلهم نقلة عجيبة. ده من أنواع الإعجاز للقرآن، إعجاز تغيير أثر القرآن على الناس. إزاي كتاب، فيش كتاب يعمل كده في بني أدمين وفي ملايين من البني أدمين، مفيش كتاب يعمل كده، مفيش كتاب يفضل سنوات ناس تقوم تصلي بيه وتحفظه، مفيش كتاب زي كده. حتى لو كتاب مثلا معين أصل لفكرة معينة زي الاشتراكية أو غيرها، ما بيمسكوش ويرددوه ويعيشوا ويطلع واحد ينتقد فيه، لا، القرآن مختلف، في إعجاز تغييري للقرآن. ده لما تتلقى القرآن صح في قيام الليل، ده الغرض الأصلي لقيام الليل. ولذلك هم بدأوا حياتهم صح بقيام الليل بالقرآن، بدأوا دعوتهم صح، فتربى أئمة على الصبر واليقين، استطاعوا أنهم يثبتوا في كل الأزمات. معايا؟ أنا عايز كان الغرض من ده رفع قيمة قيام الليل عن مجرد عبادة صغيرة بتعملها بتاخد بيها ثواب. لا، ده كهف بتدخل تتغير فيه وتتشكل فيه، فتصبح يجي الصباح عليك وانت انسان مختلف. ده المعنى الأساسي للقيام، ده الكهف بتاعك اللي بتدخل فيه وبتلبث فيه فترات وبتبيت لله سجدا وقيامة، فبتطلع عندك معاني مختلفة، فبتتغير، فبتبدأ تتغير في الواقع. عباد الرحمن يبيتون لربهم سجدا وقياما، لذلك يجي ينزل الواقع ويبقى خطبهم الجاهلون عادي جدا لانه عايش طول الليل، فيقول له سلام بقمه الطمانينه. جاب الهدوء النفسي ده منين؟
من ليله امبارح يبيتون لربهم سجدا وقياما. معايا؟ طيب قبل ما حد كنت عايز تقول حاجه معلش. حضرتك في كده بنبني على كلام حضرتك فيها تفاصيل صغيره لما كنت ان صور الثلاثه اللي قبل اللي هو الصبر واليقين والحكمه دي اعمال كلها قلبيه، اما في النهايه سجد اعمال جوارح وعقل. صحيح. هل ده كله صور يعني مثلا الف ميم لام واو مكيه مثلا؟ لا كل حروف مقطعه. لا مش بس كده، بيتعالج حاجه معينه حسب الواقع بتاعها. هو المفروض انت اثناء سجودك بتكون عندك المعاني دي بتاعه سوره الثلاثه. لذلك ربنا بيقول ايه قبل ايه السجده؟ قبل فايه السجده اللي بعدها ايه القيام؟ انما يؤمن باياتنا. الايات بقى اللي فاتت دي كلها اول لما بيعيش معاها جسمه ما بيستحملش يقف، خروا سجدا. الخر في اللغه ان مفيش قوه شايلاه. يعني ربنا بيقول ايه؟ ومن يشرك بالله فكانما خر. يعني كان في عمود التوحيد شايله، اول لما بيشرك فايه؟ بيسقط. فلما خر تبينت الجن. سيدنا سليمان لما كان ساند على العصاي، فلما دبت الارض تاكل من سأته، كان ساند على العصاي فدبت الارض قعدت تاكل في المنسأة فاتكسرت فوقع. مفيش قوه شايلاه لانه كان ميت صلى الله عليه وسلم. الوقوع ده ربنا سماه ايه؟ خر، يعني مفيش قوه حاملاه. فانت لما بتسمع الايات دي قواك بتنهار، بتحتاج سجده فورا. فكلمة خروا سجدا تحتاج انك انت تستشعر ضعفك بقى. زي بيقولوا السجود ده الحالة الصفرية اللي بيوصل لها الانسان، اللي بيحط ايده جنب رجله على الارض، يلف نفسه على نفسه، يحط ايده جنب رجله ويتزل الارض كأنه ايه؟ بيصفر نفسه. صفر، هو اصلا حتى شكله شبه الصفر كده، وبينزل على الارض. انا لا املك شيء، استمد القوة من الملك سبحانه وتعالى. انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وينزه الله سبحانه وتعالى ولا يستكبر عن هذا السجود وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. هذا السجود وهذه المعاني تتجدد بداخلهم دائما. فايه اللي بيحصل بقى؟ تتجافى بصيغه المضارع تتجافى، يعني الامر لدرجه ان بعض اهل العلم قال هذا في الليله الواحده. يعني ايه في الليله الواحده؟ حد عارف يعني بيقول ايه تتجافى؟ يعني لا ان كل ما يجي ينام 10 دقايق وبعدين ما يستحملش فيقوم قايم مصلي، وبعدين يروح ينام ما يستحملش فيقوم قايم مصلي. تتجافى جنوبهم، قيل ان في الليل واحد او عامه تتجافى بصيغه المضارع ان هو مستمر على ده كل يوم. وصيغه تتفاعل ديت معلش حته كده ايه ممكن تريحوا شويه عم اخلص الحته دي. اتفضل. ايوه انا قلت كده. انت كنت مريح بقى؟ لا خليك مع دي دلوقتي، ريح في دي مش في دي. تتجافى صيغه تتفاعل بيقولوا في اللغه تفيد التدرج. يعني لما واحد عايز يتدرج يوصل لكمال، الصيغه ديت ان هو ايه؟ قاعد يحاول مره في مره في مره لغايه لما وصل لكده. ايضا الصيغه دي بتفيد المنازعه والمصارعه. يعني دايما نقول تقاتل فلان وفلان، تنازع فلان وفلان، تشاجر فلان وفلان، فكانه هو عمال يجاهد نفسه. ده بقوله ليه؟ عشان نفهم ان المقام الايماني بتاع القيام ده مش هيجي النهارده، لا ده عايز حاجتين، منازعه ومجاهده واستمرار زمن مده طويله وتدرج. يعني ده عايز ان ده يبقى عندك طموح انك توصل لده، عشان محدش يجيله ياس واحباط ان هو ما يجي يسمع عايز كده. طب انا ما عنديش ده، انا اللي متكلم ما عندوش ده، امال انا بقوله ليه؟ انا بشجع نفسي ان انا عايز اوصل لده، عايز اوصل لهذا الهدف. وان صيغه واحده من صيغ الفعل فادت الحاجتين، منازعه واستمرار وتدرج. لذلك لما من اعجاز القران ايضا في اختيار الالفاظ، كان اكتر من حد اتكلم عليه ابن القيم وغيره من اهل اللغه، كان بيقول في سوره المزمل ايضا في قيام الليل بيقول ايه؟ تبتل اليه تبتيلا. تبتل فعل امر. طيب رباعي ولا ثلاثي ولا خماسي؟ كلام بقى الوحش بقى. خماسي. تبتل الفعل المشدد بحرفين. انا بشرح لابني الصغير في بقول لما تيجي تقرا حاجه مشدده بكتبها له حرف الاول عليه سكون وبعد كده حرف عليه ايه؟ التشديد. سواء بقى يبقى تبتلا يبقى كام؟ خمسه. المصدر من الفعل الخماسي بتاع تبتلا
المصدر بتاعه، عارفين يعني ايه مصدر الاول؟ مصدر مش 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 معناه جاي منين، مش المصدر، المصدر ده اللي هو الفعل المضارع والامر، بعد كده المصدر شرب شربا اكل تبتل، المصدر بتاعه تبتل. فكان الايه ممكن معناها الاصل ان هي كانت تيجي ازاي؟ وتبتل اليه تبتلا. امال هي جت ازاي وتبتل اليه ايه؟ تبتيل. التبتيل ده مصدر، لكن التفعيل ده اللي هو التبتيل مصدر، بيسموه مصدر للفعل الثلاثي، مصدر للفعل الثلاثي، فعل الثلاثي فعل الامر اللي هو بتل، فهو يبقى. فانت لما تيجي تعمله تقول له بتل نفسك تبتيلا، فقالوا كانت الايه يا اما كانت تيجي وبتل نفسك اليه تبتيلا او تبتل اليه تبتلا. ليه بدات بفعل خماسي ده وانتهت بمصدر الثلاثي على خلاف اللغه؟ صلوا على النبي. الناس دي غاويه تعيد يعني، ربنا سهل ليه يعملوا في الناس؟ لا حول ولا قوه الا بالله، هيفضلوا متشددين كده ليه بقى؟ ويقول لك في الاخر اصلا يعني ما هو مش دارسين لغه، فعشان كده مش بيقول لك القران فين الاعجاب. طب وضحت السؤال عشان قبل ما نجاوب؟ يبقى هي بدات بالخماسي بامر خماسي وانتهت بمصدر الثلاثي. يقولوا تبتل ده بيفيد التدرج، الصيغه دي تفيد التدرج. التفعيل او بمعنى التقطيع او التبتيل ده بيفيد النهايه والكمال، انك وصلت للنهايه. لو كانت بدات بالعكس، الايه بدات بالعكس، كان هيطلب منك من الاول الوصول للنهايه وبعد كده تتدرج. لا، هي بدات بصيغه الفعل اللي بيفيد الايه؟ التدرج والمجاهده. تبتل ده بيقول لك على وزن تكلف، يعني في الاول بيفضل ايه؟ يتكلف القيام ويتكلف التبتل ويتكلف النهوض لغايه لما هيوصل للايه؟ للتبتيل، للتفعيل. خلاص ان ده امر بقى ثابت في حياته، ما بيتكسرش، بقى طبيعي ان هو يقوم لقيام الليل، بقى امر يعني ايه زي ما بياكل وبيشرب، بقى طبيعي كده. فالايه بدات بالتدرج ووصلت للكمال في سوره المزمل اللي بتتكلم عن القيام. ده منهج للقيام ولاي حاجه، انك بتبدا بتتدرج لغايه لما توصل للايه؟ لان هو يبقى عاده في حياتك. تعودوا الخير فان الخير بالعاده، روي عن بعض السلف وبعضهم رفعوا النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو موقوف على بعض السلف ان خلي الصيام سهل على نفسك وخلي الصلاه سهله عليك. كل ما تبعد عن صلاه الجماعه كل ما تحس انها تقيله قوي، كل ما كل يوم عادي محافظ على الصلاه تحس انها سهله جدا. طيب في المره ده برضه شيخ، كان احد السلف يعني مش فاكر مين، كان بيقول حملت نفسي على عالجت قيام ليلي او كبدت قيام ليلي سنه واستمتعت ب 20 سنه او عالجته 20 سنه. ده طبيعي انك انت تفضل تعالج وتجاهد نفسك فتره حتى تصل الى مرحله الاستمتاع. هل معنى كده ان انا مش هستمتع في اول سنه او لا؟ هتستمتع، لكن هنتكلم على الاغلب في الحياه معايا. تتجافى، قلنا الاول الاعجاز في صيغه الفعل اللي فيه منازعه وفيه تدرج. طب المعنى اصلا ربنا ما قالش تبتعد جنوبه، قال ايه؟ تتجافى. يعني ايه تتجافى؟ الخصام او انا بينه وبينك جفوه، في بعد، في نوع من البغض، مفيش مؤانسه، مفيش بينا كيمياء يعني، عارف لازم برضه نفكر. التجافي ده او ان انا بيني وبينك جفوه، ده معنى حسي ولا معنى قلبي؟ طيب اي قلبي، الاصل انه قلبي وبينتج عنه افعال عن الحس. طيب الفعل هنا تتجافى، الفاعل بتاعه ايه؟ شخص. لا في الايه، ما هو انت عايز المصحف قدامك. تتجافى ايه؟ كان المتوقع القلوب يا اما تتجافى يا اما ربنا يقول تبتعد الجنوب، فكان الجنوب بتاعتهم بقت كره السرير، مع ان الكره ده معنى قلبي. انتوا فاهمين اللي انا عايز اقوله؟ من كتر ما هو قاعد يجاهد نفسه كاره ان يروح عليه نومه عشان قيام، متضايق ان السرير بيضيع عليه نومه، متضايق ان هو عايز يصلي، قاعد لغايه لما جوارحه اكتسبت المشاعر دي، فبقى كان جنبه نفسه هو كاره النوم، فبيقوم جنبه هو اللي كان الاحساس، كان شوف المعنى، كان جنبه ده اصبح يقظ، كان الجنب ده اصبح في احساس بالكره للنوم اللي بيضيع عليه هذه اللحظات الرائعة بينه وبين يدي مولاه. فنسب الجفوة للجنب ونسب معنى التدرج للجنوب، تتجافى جنوبه، والجنب ده اللي بينام ويستقر، تتجافى جنوبه عن ده بيسموه زي حرف ايه؟ بعد كده،
يعني بيقوم وما يرجع لوش. تتجافى جنوبهم ايه عن عن ده بيسموه في اللغة بيسموه حرف مجاوزة. حرف مجاوزة يعني حتى يقولوا ايه لما تيجي عن يمينه وشماله مش معناه لزق في لا يعني شوية كده بعيدة عن يمينه شوية كده عن شماله. يعني عن ده بيسموه حرف ايه مجاوزة في مساحة كده. كلمة تتجافى جنوبهم ايه عن يعني لما بيكره انهم يوم يعمل ايه يوم ياخد قرار ويبعد ما يقعدش كاره وبعدين يوم قالب على الجنب التاني جاز الجنب التاني هو المشكلة في الجنب ده مثلا الجنب التاني هو اللي ما عندوش مشكلة لا يوم خلاص قايم ورايح بقى لان زي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان اذا نام احدكم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. الشيطان مركز قوي مع موضوع القيام ده كل ما تيجي تنام بالليل يوم رابط ثلاث مش بتاعات كده عادية في يوم كده ثلاث ايه عقد يضرب على كل عقدة مش يخلص الثلاثة يقول خلاص بقى لا يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل. اسلوب الشيطان دايما ان ايه الايه الاسترخاء لسه بدري لسه خمس دقايق لسه ما اقامش عليك ليل طويل مستعجل على ايه فرق. دايما قلنا الشيطان ما يحبش يخش وش في وش ما يقولكش ما فيش قيام وما فيش فجر النهارده اتفضل نام مش الشيطان ما بيعملش كده لان كده انت هتقول ايه لتزوق طب والله انا مصلي هو مستني لا يقول لك انت مش براحه خالص هنقوم محدش قال هو انا قلت ان انا مش هقوم انا قلت كده انا ما قلتش كده راح اظبط المنبه انا ما قلتش حاجه اظبط يا عم تيجي بقى وانت بتظبط المنبه يلعب بقى في صوابعك بقى طب و35 لا خليها 45 طب اعمل خليها 55 55 ده قبل الاقامه انت هتصلي فين امتى مش مشكله في اقوال ان انا ينفع اصلي اي حاجه بقى ايوه اي ما انا اقول لك هو هيتصرف الشيطان وبيدخل لكل واحد بقى ده ملتزم فيخش له بقى باقوال مش عارف ايه فالمهم انا قصدي ايه عليك ليه هو ليه الشيطان ثلاث عقد ويضرب على كل قافيه ويقول هو مركز ليه مع القيام لان القيام هيغيرك القيام مش مجرد زي ما قلت لكم مش مجرد طاعه القيام الصح هيقلب لك حياتك انت بتقوم في ساعه يقول فيها الملك هل من سائل فاعطيه انت ممكن حياتك تتقلب بالقيام الصح ده وفي الوقت ده فهو مركز هو عارف زي لو تفتح عمل الشيطان الشيطان عارف امتى يجي لك لان الشيطان هو اللي بيتاذى هو اللي بيتحرق فعارف ايه الحاجات اللي بتؤذيه فيخاف منها بقى فاذا قرات القران او لما تيجي تقرا القران الشيطان يجي فبقول لك خد كل ما تيجي تقرا القران الشيطان هيجي فكل ما تيجي تقرا القران استعذ بالله فاذا قرات القران فاستعذ على طول بالله من الشيطان ليه لان القران الشيطان مش هيسيبك قران يبقى انت ممكن تفهم يعني الدنيا ممكن تنور يعني انت ممكن تتغير طب انا اقفل السكه دي من الاول اجي له اصلا ساعه قرايه القران البخ خليه يقرا يعني ايه يقرا ولا كانه بيقرا اي حاجه اشغله تماما عن معاني القران اللي بيقراه خلاص يبقى قلنا الشيطان مهتم جدا شرح حديث بقى شرحته قبل كده في جلسه حديث رائع يا ريت بترجعوا لشروحه عليك ليل طويل فارقد وازاي الشيطان بيعمل عقد وبيضرب على كل عقده ومش عايزك تصحى وازاي فك كل عقده مش سهل وازاي ان الحل انك تفك الثلاثه انتوا عارفين الحديث فاذا قام واستيقظ وذكر الله انحلت عقده يقوم يذكر الله تحل الايه العقده الاولانيه لو نام لو ما قامش العقد الاثنين هيفضلوا موجودين فيناموا وتروح ينام يبقى لازم تكمل يعني ما ينفعش ايه تقف فاذا قام وتوضا انحلت الايه الثانيه يعني واحد يقوم ويقول اذكار ويتوضا وممكن تروح عليه نومه والله حصلت كتير كتير جدا معروف الكنبه اللي جنب اسمه بيكمل بقى على ايه بيربط ثلاثه تانيين على كده لان هو ما كملش لا ما كان له ما كان لبين ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض ربنا عاتب المسلمين بعد بدر ان هم ما كملوش مش معنى انك اخذت نصر مبدئي تفرح بيه وتقف لا كمل فانت قمت اذكر ربنا فكيت واحده قوم اتوضى فك الثانيه صلي تتفك الثلاثه يبقى اذا كل عقده ليها طريقه لحلها هو كان ضرب عليها ضربه قويه عشان تتفكش. نرجع للايه بتاعتنا فتجافى جنوبهم عن المضاجع المضجع برضو ما جابش الفراش او كده المضجع ده ايه يوحي للاستغراق في النوم الضجوع ده واحد بيضطجع والمضجع ده اسم مكان ايه مهيئ للنوم الاماكن التي ايه مهيئه للنوم يعني فراش لين مهيئ للنوم خليك تستمر في النوم هو برغم كل ده مش عايزه بيقوم ليه ايه اللي قومه يعني قايم ايه اللي تعبه وخلى جواه يعني اللي عنده امتحان بيبقى قلقان ونايم قلقان لذلك نادر انك تلاقي حد عنده امتحان تروح عليه نومه انه نايم بمعاني معينه في معاني معينه كانت في قلبه وهو نايم صرفت
عينه عن الاستغراق في النوم. معايا؟ قايم يدعوه مرعوب الاول وطمعان، يدعون ربهم ايه؟ خوفا. معنى الخوف لما بيسيطر اكتر بيخلي الانسان فعلا يقوم. وخد بالك ما قالش خوفا ورجاء، قال خوفا وايه؟ طمعا. يقولوا ايه الفرق بين رجاء وطمعا هنا؟ المعاني الجميله طبعا كانك انت لست اهل، ولكن الطمعان في حاجه شايف ان دي مش بتاعته اصلا لكن نفسه من ربنا يديها له. يعني اي مصلي قيام وشايف ان هو لا يستحق الجنه، يا رب انا طمعان بس ان دي تجيلي من عندك كده. فاهمين؟ تاني يدعون ربهم خوفا وايه؟ وطمعا. اللي طمعان في حاجه ده كاني بيقول يا رب انا قايم من النوم وبصلي، انا نفسي في الجنه، انا ما استاهلهاش، ده انا مجرد ان انا طمعان في كرمك بس، ده انا ما عملتش حاجه تستاهل، انا كل اللي فيه ده ان انا طمعان انك تدهني بفضلك يا رب. يدعون ربهم خوفا وطمعا، يعني كانه قايم مخصوص عشان كده. زي يدعون، بعض المعربين اعربها حال، اي حالهم طوال الليل الحال قاعد بيدعي خوفا وطمعا. يبقى اللي زقه كده قومه المعنى ده، يدعون ربهم خوفا وطمعا. لما عاش المعنى ده زهد في الدنيا فانفق، ومما رزقناهم ينفقون. لما بذل ده فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. احنا معتقدين ان قرة العين واستقرار العين بيجي لما بنام، هما هنا عملوا عكس النوم، فكان متوقع ان عينه ما تبقاش مستقرة ولا حاجة. قرة العين يعني ايه قرة العين؟ العين دايما لما بتبقى يعني تخيل مثلا دخلت معرض عربيات او اي حاجة، مثلا في حاجات كتير بتعرض، تلاقي عينك ايه؟ مروشة. تبص ايه ده؟ شفت دي؟ عينك مش مستقرة على حاجة. لما في حاجة بقى بعد ما تلف وتعجبك تقوم ايه؟ تستقر على، تقول انا عايز دي. يقول لك طب راجل، يقول لك طب تعالى، لا لا انا عايز ده. طب بس ده في حاجة، انت استقريت على حاجة. فنقول هنا عينك قرت على شيء ما هوش عايز غيره، لا يريد غيره. فانت بترى في الصلاة اللي بيجعلك ما تلتفتش لاي زخارف تاني ولا لاي فتن تاني، انت استقريت في الصلاة. لذلك لما فاكرين لما قلنا في الاحزاب، واذا زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما زاغت الابصار؟ قام يصلي، فعل ما تقر به الاعين. لما الابصار بتزيغ تقوم انت عايز حاجه تهديك كده وتستقر، تصلي. هما في اللحظات دي في اخر مكه مش عارفين ايه اللي هيحصل، فربنا بيقول له انا مخبي لك كل خير، فلا تعلم نفسه ما اخفي لهم. طبعا المعنى الاصلي ما اخفي لهم فين؟ في الجنه، لكن ايضا وفي الدنيا تاني. فلا تعلم نفس المعنى الاشهر في الايه، الكلمه المشهوره اللي وردت عن كثير من اهل العلم، انهم كما اخفوا عبادتهم بالليل اخفى الله عز وجل ثواب جزائهم في الجنه، وان دول لهم جزاء مخصوص محدش هيطلع عليه. زي ما خبوا عباده بالليل ومحدش شافها، دول لهم ثواب هيفضل مستخبي لغايه لما هم اول ناس يشوفوا، حتى قيل عن الملائكه حاجه مخفيه كده بتاعتهم. فلا تعلم نفس ما اخفي، وحاجه اول لما يشوفوها هيبقوا في قمه الانبهار، مش عايزين يسيبوها، عينهم تستقر، ما عادش عايز يروح حته ثانيه في الجنه، عايز يفضل في المكان ده. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين، ليه؟ بسبب هذا العمل، جزاء بما كانوا يعملون. وايضا قره العين في الدنيا انه هيتبسط، مش هيتبسط يعني انه مجرد انه يفرح، لا، يعني هيحدث حاجه تكسبه طمانينه بعد الجو اللي عايشين فيه في اخر مكه ده، لا ان شاء الله هيجي الفرج عند الله سبحانه. استمر على الصبر واليقين وعلى هذا السجود وهذه المعاني، ده زاد بيخلي الانسان يصل في الاخر الى ايه؟ انه يصبح من الائمه. الصور دي عاليه جدا، صور العنكبوت، الروم، لقمان، السجده، صور عاليه جدا. لذلك بقول لك اللي بيعيش مع الصور ويحققها دول من الائمه اللي بيواجهوا الاحزاب، تيجي بعدها سوره الاحزاب على طول. فاستحضار وكثره قراءه هذه الصور بيفتح على الانسان معاني من الايمان. كنا عايزين نكمل اكتر من كده بس انا طولت، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.